واخا كاين قصص دابا عديدة كدور من ضمنها آخر قصة سمعتها أن واحد الشابة اللي في كندا اللي سميتها صفاء أيه كتحكي لشي حد قصة كيفاش تم تصفية التهامي بالنامي وخرج بها واحد اليوتيوبرز في فرنسا هذه القصة اللي غنعاود لك دابا كيقول أن هاد الدراري بالفعل حطوه فود مرزق لاحوا عليه قبل ما يحطوه فود مرزق مشى للسبيطار داو للسبيطار جاو الوالدين ديال هاد ايوب بالكات كاطات كحلين وهزوه من السبيطار وداو لواد مرزق ولاحوا عليه البلوات وحرقوه ولاحوه في البحر باش تقدر ترد عليا في هاد القصة أستاذ الو هاد الملف هذا ملي هاد الضجه الاعلاميه اللي حدثتها اكيد اننا غادي نتصرفوا مع مجموعه من الادعاءات الزائفه على الشكل اللي طحتي انت دابا انا عطيك الدليل غير واحد النقطه ما عرفتش واش غادي يسول عليها الناس لما غادي يسولوا شي متعلقه بالخبره على الهواتف ما بغيش هاد الحق المراحي ولكن نستدل بها في هاد النقطه الضابط القضائي في القرواطين مشكوره قامت بواحد مجهود جبار خلال مده سنتين من البحث والتقصي والانتقالات اللي ما كتصورش وملي كيبغيو يخدموا كيخدموا وجا واحد المحضر كما نقولوا حنا باللغه القانونيه مطروز دارت خبره على الهواتف هذه مسألة اللي كتنادي بها أم تاني كتقول أن باغا خبرة على الهواتف وما عطاوهاش لها حقها أنا نجوك الملف اللي بين يدينا عندنا خبرة على الهواتف جات من طرف فرقة وطنية امتى دارت بالضبط؟ دارت بالضبط في 2017 ملي دارت المسألة ديال الانتداب القضائي الصادر عن السيد خالد تخيح واش تم تفريغ المكالمات؟ يستحيل علاش؟ جا جواب ديال شركة ديال الاتصال على أن خلال الفترة الزمنية 2007 لم يكن هناك إمكانية مستسغة ديال التسجيلات كل ما كان هناك أنك تحدد الموقع ديال المتصل في المتصلين فيما بينهم هذه هي الواقعة هنا أنا أعطيك الدليل هنايا ملي مشاو داروا العملية ديال التموقع وهي التي كانت سبب في اعتقال أنا كيفاش عرفت الأمور تعرفت بحاجة واحدة أنه أحد أظناء كان صرح لهم بأنه على واحد الساعة معينة كان في المحمدية ملي دار عملية ديال الخبرة تبين بأنه خرج المحمدية وكيتصل صاحبه اللي كان هنا في هذيك المحمدية قال لي انت كيفاش تخبر علينا انك انت كتقول كنت في المحمديه في حين انك درت اتصال من خارج المحمديه ديك الساعه ولا محسو اشنو وقع واشنو وقع واشنو وقع لينا هنا هاد التفريغ اشنو فيه في عين حروده كانوا على الساعه الواحده 21:23 كانوا في عين حروده من سلطه مارس مع العشره 54 دقيقه بمعني نص ساعه ديال المكانه ارجعوا لزناتها في المحمديه مع 11 اقسم وتصوروا معايا ساعه المكانه ديال لالي وعوتور كافيه باش تقتل وكافيه باش تحرق وكافيه باش تحفر البحر لا ما غنقولوش باش تقتل باش تحرق باش تحرق حيت هذا الصحيح ديالهم ولكن فرضيه القتل ممكن ممكن